برافو 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 قاسم. يلا يلا حنين برافو. خدها في راس الخطيب. الحكم مشاها المفروض يحسب فاول بس الحكم مشاها. يلا يلا ان شاء الله جول. جول يا علي. يا خسارة. ابراهيم العتيبي والحكم الرابع اعلن دقيقة واحدة وقت ضايع. ابراهيم العتيبي عمل ضربة المرمى خدها. ايه ده ضربة جزاء لصالح الجهرة تعريف جاسم وان شاء الله هتطلع اوت سايت يعني ان شاء الله. يلا سليمان هارد لك يا اولاد هارد لك. اصحى سلمان غفور لازم يصحى للكوره والكوره كانت اللي فاتت دي كانت هايفه جدا وان شاء الله دي يعني الصده الجميله بتاعتك يا سلمان ان شاء الله. يلا حبيبي يلا هارد لك مرمى بدر العزمي حارس مرمى نادي القاهره شوطه طويله فوق راحت للنادي. الحمد لله شتتها قاسم. الكرة بين النادي العربي ونادي نادي القاهرة والكرة دلوقتي بين فريح وسعد وليد برضو سعد وليد هما النقطة. الكرة مع النادي العربي نادي القاهرة انفراد للنادي القاهرة. ما فيش حد يعني دلوقتي كله نحذر هدفين ونجيب الهدف الثالث ان شاء الله. حلو قوي الكره راحت لسليمي السليمي مع الكوره باصه جميله لعلي مقصيد علي مقصيد اداها لتياجو. يلا يا تياجو مال يلا راحت لجحنيد جحنيد اداها لفراس الخطيب. ايه الله حسبها الحكم ضربة جزاء لمست ايد الدفاع يحط اول اهداف هذه المباراة لصالح النادي العربي. بسم الله الله الله. يلا يا فراس يلا يا فراس يلا مش معقول نمشي المشوار ده كله ونيجي من القاهرة. عادة لجارة الآن ارتداد سريع وكرة سريعة محمد سعد يلعبها في الأمام إلى جهة اليمين الآن ممكن لسعد بليد وبيلعبها أوه حلوة فاعي فهد الأدري كان عليه ملاحظة بهذه اللعبة لأن المان ترك الكورة حولها إلى ربيع تمرس البرازيلي روجيريو ما عمل روجيريو لحد الآن ما عمل وبيحاول يعمل ولكن إعاقة أخرى إعاقة أخرى وخطأ وبطاقة أولى لإبراهيم عتيبي في بداية المباراة وتدخل كان قوي من تغطية مقطوعة وصلت إلى شريدة إلى روجيريو فهد عنزي في اللعبة الماضية وخطأ على نواف إذا خطأ لمصلحة نادي الكويت في هذه اللعبة شريدة في النص ويزي وكرة مشتركة وإصابة لفويزي يعني هو تدخل فيه أيضا في محاولة فهد العنزي لكن سعد الوليد وفهد العنزي يحصل عليها بيلعبها كرة في الأمام إلى روجيريو هجوم كويتاوي الآن برازيلي كويتاوي إلى روجيريو وسقوط روجيريو حاول يلعبها جد السربل بيلعب الكرة الركنية ومحاولة موجودة لا زالت خطرة لا زالت للجارة محاولة حلوة من الأهداف التي هزت شباك في عين في الجولة الماضية محمد سعد شوف هذه اللعبة هذه التسديدة لحمود ملفي وهذه رأسية محمد سعد في الأمام ولكن برافو حارس المرمى تمركز زيد حارس المرمى والمنتظر ليخطئ حارس المرمى في هذه اللعبة والياس لكن مصعب الكندلي التحكم جيد وسيطر على الكرة وهذه أولى الكرات جراوية أولى اللعبات جراوية حكم إلى فهد عوض إلى فهد العنزي فهد نزي مار عدة راحت الكرة العرضية راحت أوه. شوف
شوف شوف شوف مروره وشوف مهارته وشوف كورته وعمله العرضيه، لكن 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 فينيسيوس واجد تأخر في قراءة كرة فهد العنزري. 40 ثانية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. شوف 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 تسديدة الياس، اليان كاد أن يأتي بهدف حلو من مسافة بعيدة، لكن جيريو مقطوعة عادت لسربل. محمد سعد الياس كرة اللعبة الله. مباراة الثانية حقيقة الياس كاد أن يأتي، شوف اللعبة شوف اللعبة وشوف التغطية. سيف شريدة مامية بتوصل طلال جازع حول الله الثاني. شوف الانطلاقة شوف الانطلاقة خلف المدافعين، استلام الكرة الآن الليج طلال جازع وخروج غير موفق لحارس المرمى هو العازمي بدر العازمي، وبالتالي استغله هو طلال جازع طلال جازع ويأتي بهدف 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 لنادي الكويت بهدف لنادي الكويت بعكس اتجاه المباراة تسير نتيجتها الآن الجرق كادت أن تأتي بهدف ثاني. فهد العنزي الآن من ثاني وووو بسيط بهدف ليس بسيط تماما. الآن نادي الكويت خير أحسن وأفضل الله وتسديده من رجل، لكن بعد ذلك فاز على من؟ على نادي العربي هنا في هذا الملعب. نينو حلوة الكرة الآن عجاب بيلعبها ناحية جازع، لكن كرة جيدة للدفاع عجبي إبراهيم، لكن هنا رجيريو رجيريو يسدد زميل حولها إلى ركنية تسديدة حلوة من رجيريو، لكن لكن الخطأ اللي هذه جارة تلعب كرة الآن نينو لعبها طويلة نينو محاولة الياس توصل أقرب الجارة فوز على العربي في 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 ثاني مباراة الدوري في هذا الموسم، نوايا لدى الجارة واضحة. وكرة من العب الآن روجيريو بيلعب لك كرة عرضية نتكلم عن 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 ست دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي، لكن الهدف يأتي بأي لحظة بأي كرة ممكن يأتي نادي الجارة بهدف التعادل في هذا المساء. هنا محمد ايش يتعامل الأمل في تعديل النتيجة. نينو الآن على دائما تكون صعبة على 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 الفريق وتسديد الله صعبة جدا صعبة نينو صعبة صعبة مرة، لكن هذه كرة محمد العلاطي حاول يمر بكل مهارة و تنشال على طول في الأمام ارتداد الكرة الآن إلى روجيريو نادي الكويت تدى روجيريو شادري مامي الآن نادي الكويت شادري مامي بغير اللعب جهة اليمين إلى سامي الصانع صانع سعيد الكرة الصانع صانع الصانع الله العرضية بأقدامه بأقدامه اليسارية للجارة كأن المباراة بدأت من جديد في الوقت بدل ضايع كان بدأت من جديد في الوقت بدل ضايع تدخل في الأولى وتدخل في الثانية بين حمود ملفي وفهد العنزي في اللعبة الماضية، واعتقد راح يشعل المباراة في هذه اللحظات.